نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي الذي توفي إثر عملية اغتيال غادرة. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شينزو أبي، موضحا أنه كان صديقا مخلصا لمصر ومحبا وداعما لها في كل الأوقات والظروف. وأضاف الرئيس السيسي أن العلاقات الثنائية بين مصر واليابان شهدت في عهده تطورا غير مسبوق على كافة الأصعدة، موجها التعزية للشعب الياباني لفقدانه مثل هذا القائد العظيم. هذا وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو أبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي.